راح نكمل بعد، بس حبيت اشوف لكم المنظر نقطة. حتى اكو مقهى مسوي، شوف مستحيل يصير شيء لهذا المكان. بس هاي بعدين صاير هذول. شوف السلام عليكم. من اقدم اماكن تاريخية موجودة في شمال تركيا مدينة طرابزون، دير سوميلا. راح اشوف لكم كامل التفاصيل عن دير سوميلا، تابع الفيديو. طبعا هسه وصلنا المكان دير سوميلا، بس شوفوا شلون ازدحام. هاي الطريق تجوم منها، هنا الباركينج لازم تخلون سيارتكم هنا، لازم يعني لازم بعد ما تجلس تخلي السيارات تخلي السيارة هنا. بس شوفوا اريد اشوف لكم هاي اول من تدخل هنا شلون. هنا الباصات، هذني الباصات ياخذون الناس لدير سوميلا، تدفع هنا روحه جايه 27 ليره، يعني تقريبا بالضبط دولار واحد. اما شخص عمره اقل من 6 سنين ببلاش، والطالب 19 ليره، يعني تقريبا اقل من نص دولار. المهم هنا يبيعون شاي قهوه عسل كل شيء عندهم. هاي هو سناخذ تيكت، والعلم دخول على هاي المتحف او الكنيسه بفلوس، يعني اذا عندك ميزا كارت الكارت المتاحف تدفع 30 ليره، اذا ما عندك خلي اشوف بيش السعر، ما سالت بالضبط السعر بس كانت مكتوبه، خلي اشوف السعر بعدين نتكلم بالموضوع اكثر. طبعا شوفوا هناك هاي الدومشات، هذول السيارات يجيبوكم من الباب اللي هنا لباب دير سوميلا. بس شوفوا هنا تشيشمه، خالين اول من تدخل مي، تقدر تشرب مي من هنا. آيا فار فارا، آيا فار فارا كليسيسي، يعني كنيسة آيا فار فار. منا أنا ده يروح يقول لك منا انزل. ومنا راح نكمل احنا على دير سوميلا. شوفوا هنا يقول لك دير سوميلا مشي 350 كيلو، 350 متر، العفو وين كيلو، 350 متر. شوفوا هاي الطريق اللي راح نروح بيها. طبعا اجواء بارده هنا لان صاير على الجبل، ومن الجبل شوف الاشجار، كل هاي اشجار. بدنا نمشي الطريق يجي، والله عمي زين هاي الحجيه هم طالعه. شوفوا الاشجار والمكان اللي بدنا نمشي بيها، قالوا لنا 350 متر راح نشوف. شوفوا شلون كراسي هنا على ليق مال الزبانه. طبعا الهواء هذا مطرت قبل شوي ووقفت تمطر. ريزا مدينه ريزا 10 دقائق تمطر 10 دقائق توقف، 10 دقائق تمطر 10 دقائق توقف. ديكات كاي بارش اسود شبلر، يعني ديروا بالكم لا يقع عليكم الاحجار من الجبل، يعني انتبهوا. هاي راح نصعد لي فوق، شوفوا الاشجار، طبعا اطول الاشجار شفتها هنا أنا. طويله مغطي الجبل كلها. وهنا حافرين الصخر مسوين طريق هيجي. طبعا هاي الطريق، شوفوا الطريق منا اذا يجون. راح نكمل بعد، بس حبيت اشوف لكم المنظر هي وين صايره دير سوميلا. وهاي تقريبا وصلنا. طبعا خلينا السيارة بالجراج، السيارة مالتنا الشخصي، بعدين صعدنا الدولمش بدولار واحد يجيبك هنا، وبعدين تمشي 300-350 متر توصل المكان.
وأني هم أول مرة راح أشوفها شيكو بداخلها، صار عندي فضول فلهذا أجيت. طبعا شوفوا من هاي الطريق جينا من نانا وصلنا آخر نقطة، حتى أكو مقهى مسوين شوفوا داخل دير سوميلا، فهنا هم تدفع عنه فلوس، اللي عندك كارت متاحف يدفع 30 ليرة أعتقد، فهسه راح أتأكد وأقول لكم إياها، بس حبيت أنبه من هناك تدخلون لفوق شوفوا تدخلون من الدرج داخل دير سوميلا. طبعا قصة دير سوميلا أنا عندي شوية معلومة عليه شوية بس مو هواي، إنه اثنين يونانيين على أساس شافوا صورة هنا، صورة مريم أنا الأم مريم، فسووا لها كنيسة، كنيسة صغيرة أعتقد، فبعدين صارت كنائس، يعني كنائس صغار على شكل صغار، كنيسة كنائس صغار. فهسه راح ندخل أشوف لكم شكو داخل هاي دير سوميلا، أنا هم ما أعرف بصراحة، يعني أول مرة دا أجي وأدخل وراح أشوفها. شوفوني وين قاعد، قاعد هنا أنا على حصو هاي الصخر، لأن شوف السرة هي هاي السرة هي تخلص، لو أعتقد ما راح تخلص لأن السرة هواي. المهم حلو بمقهى، يعني تحتاجون شاي قهوة وأكل وشرب عندهم، مو أكل الشرب مثلاً باكر وتشريب، أكلات توست وهاي أكلات تركية جوزلمة أكلات فطائر، يعني خلينا نقول راح نكمل بس خليت تخلص السرة، راح ندخل نشوف شكو داخل دير سوميلا. طبعاً شوفوا وصلنا المكان، هسا راح ندخل عليه. قبل ما ندخل هذا دير سوميلا البوابة الرئيسية تدخلون منك، شوفوا وين احنا فوق أعلى نقطة بالجبل، شوف الأضواء شلون. بس راح أشوف لكم شغلة غريبة، هاي تشيشمة، شوفوا تشيشمة يسموها بالتركي تشيشمة، بالعربي والله ما أعرف اسم هذا المكان، يعني هيش مكان ويطلع منه مي، بس هذا مكان الوحيد بتركيا كلها يطلع المي مالتها من جبل. أكثر الأماكن تشيشمة هي مسوين بير، بس هنا هذا هي منحنى تطلع من الجبل، هذا منحنى تطلع المي من نص الجبل، فهذا أغرب شيء شفته هنا. طبعا بدون ما أبالغ هذا أبرد مي شربته بحياتي، أبرد مي فعلا، إذا تطلع من جبل شوفوا هذا الجبل فوق جبل، فالمي مالتها باردة باردة، أبرد مي دا أقول لكم. فمن تجون على هذا المكان أنصحكم تشربون من هاي مي، صالح للشرب وأبرد مي. طبعا كرت المتاحف شوفوا التاريخ، خلي اشوف لكم تاريخ، راح احكي لكم كم شغله. شوفوا تاريخ 1905 كانت هيجي، هاي هي هاي الدرج نفسها 1956، الدرج كانت هيجي شكلها، شفتوها شلون شكل الدرج، هي هاي حاليا شكل الجديد. المهم الدخوليه هنا أنا شوف هذا الصورة، الدخولية هنا اللي عنده كارت متاحف يدخل ببلاش، وكارت المتاحف ما يصير بس للمواطن التركي والمقيم بتركيا، والما عنده 300 ليرة يعني تقريبا 10 دولارات. هاي منا دخلنا، منا هذا واحد قاعد هنا موظف تابع للدولة، هو دا يشيك الناس، بس شوفوا وين صايرة. خلينا ندخل نشوف شكو بداخل هاي. وين رايح بوي؟ سلام. دخلنا هيجي سياج، فصار عندي فضول شكو داخلها. صح اللي عرفه بيها كنائس داخل. شوف المنظر من هنا. طبعا شوفوا شلون مسجلين المكان حمايه، يقول اكثر شيء محميه هي هاي المكان. عوف هذا السيم شوفوا ايش خالين بعد سيم هيك، هم 1 2 3 4
واحد هنا، ثاني هنا، ثالث هنا، يعني حماية فول فول. مستحيل يصير شيء لهذا المكان. على أساس يقولون هيك، ما أدري بعد. فخلينا ننزل جوا نشيكها كامل. سيجارة ايش المز مكتوب، شوف ممنوع التدخين. هاي هنا تلفرق، مو تلفرق، وانما يشيلون واحد ذوي الاحتياجات الخاصة. فهسه نزلنا على دير سميلة. طبعا هي كانت كنائس، شوفوا كنائس كلها، كل مقطع فيها كنيسة صغيرة على شكل بيوت غرف صغار. هاي شكو هنا ما ادري دي يدخلون هذا المكان. كتب هنا، هاي اكو كتب هنا. مكتبة هنا، هاي داخلها كانت مكتبة. طبعا هاي مكتبة كانت، يعني باقي من ايام القديم، هي مكتبة على شكل مكتبة. شوفوا الشخص عبالك معلق هنا الشخص، بس هي الشخص مو حقيقية، خليهم هيك شي حلو على اساس شكل فقط. هاي هم كتب هنا، شوفوا يا مكتوب كتب هنا، يعني مكتبة اورانج اوضاله. هاي غرف ما طلاب، هاي غرف ما طلاب كانت بيها، شوفوا غرف مال الطلابية هاي مكتوب ستودنتس رومز اورانج لاج. هيك شكلها من الداخل. طبعا بيها مكتبة، بيها غرفة للطلاب. هنا المطبق، مطفق يعني مطبخ، مطبخ يعني. هيك شكل المطبخ من الداخل. هذا الميدان، احنا حاليا بميدان. حمام يعني حمام، هاي كانت حمام. شوفوا شكل الحمام، هنا كانوا يسبحون. شوف هذا الطرف شلون شكله، شلون بوابه ذي يخوف. طبعا مجدديها التجديد، ترميم كلش حلو. هاي حكومة تركيا جديدة يعني الحالية، مرمم المكان. فهي على مود هذا الصور سووها بيها الكنائس. شوفوا شلون شكلها، خلي اصعد فوق بعد. هذا يمج هانا، هذا مو مطبخ. هناك المطبخ عشان يسوون اكل، هنا ياكلون الاكل. يمج هانا بيجي شكلها. شوفوا بس، شوفوا شلون محمية من الجبال. طبعا هي جوا الجبل، يعني هسه الجبل فوق وهي صايرة جوا الجبل بالضبط. فهي اهم شيء هي هاي الغرفة بي. شوفوا النقوش اللي موجودة على الجدار، هاي كلها نقوش وكتابات، ما ادري بيها اللغة بصراحة. شوفوا مثلا اللي يعرف شنو هاي اللغة مثلا خلي يكتب لنا بتعليق، واللي يقدر يقرأ هاي الكتابات او اللي يعرفها بيها لغة خلي يشوف ايش مكتوب، انا بصراحه ما اعرف، خلي اقرب بعد اكثر. انا كاي كليسة، يعني هذا مكان الرئيسي، المتحف، الكنيسة. شوفوا على مود هاي الصورة، شوفوا السقف شلون منقش. شوف النقش، هي هاي على مود هاي النقش، لقى هاي النقش اعتقد
من لقوا هذا النقش، هاي الكتابات، هاي الصور، فسووها كنيسة. أنا قرأت شوية عنها، أعتقد 2 يونانيين سووها إذا مو غلطان. شوفوا منا تدخل على هاي، شوفوا الغرفة شلونها، وأكو غرفة صغيرة داخل غرفة، ما أدري مطفية أو ما أكو. وتطلع منا نشوف بعد ده أكو ترميم جوا، بعد أكو ترميم جوا. خلي أطلع لي فوقهم. أعتقد هذول أجانب يعرفون يقرون، شو ده يشرح التاريخ. شوف هذا الشخص ده يشرح على هذا الشخص، أعتقد يعرف شنو هذا. أنا بصراحة ما أعرفه، خلي أشوف لكم الشكل من قريب بلكي تعرفون. شخصيات رسمين صورهم. شابيلا، والله ما أدري شنو. خلي أروح منا أشوف شكو هنا. طبعاً هي كلها غرف، ومنها تخلص ترجع. خلي أرجع أصعد لي فوق أحسن، لأن شفت أكو منظر. تصعد لي فوق تشوف المكان بعد أجمل. فهي هاي من غير الفيديو، حتى هذا المكان مستحيل أحد يقدر يوصل لأن مكان صعب. فأني اخترت هذا المكان حتى أشوف لكم إياها، يعني أكثركم عندكم أكيد فضول دير سميلة ما شايفيها، وأني هم كان شايفه. فتجون على مدينة طرابزون لازم تجون هذا المكان، هذا واحد من الأماكن اللي لازم تزوروها. حلو، مكان تاريخي. هنا دا يصورون، ما أدري ليش. وهذا منا المنظر. هي أهم شيء بالكنيسة هي هاي، أعتقد يعني أنا توقعي إنه بس هاي كانت موجودة، بس هاي الطرف يعني أول ما صنعوه هي هاي، بس كانت بس هاي. بعدين صاير هذول، شوف حتى شكلهم يختلف حتى يعطي جمالية للمكان. هي أهم شيء هي هاي، تزوروها من تجون تدخلون داخل، بيها كتابات ما أدري بأي لغة وما أقدر تقرأ، بس بيها واحد شفت واحد يعني يعدمون واحد قاعدين نص العائلة هناك، مثلا 2 شخصين يعني ما أدري، والباقي 4 أشخاص يمن نازعين ملابسهم واقفين يباوعون عليهم ده بالشكل يخافون يعني. ما أدري شنو هاي الرسومات، شنو هاي شنو ده يشرح بصراحة. اللي يعرف خلي يكتب لنا إياها بتعليق، واللي ما يعرف خلي يشوف الفيديو. طبعا هذني كلها جديدة، ما اعتقد قبل كانت موجودة. هذني هاي بالترتيب الحكومة الجديدة، حكومة جديدة التركية مسويها. طبعا شوفوا شكل الصور، هم ما ادري منو شاخطين وجوه اللي شوفوا، مثلا شاخطين وجوههم الوجوه الاشخاص، فما ادري منو هذولا شنو يقصدون. هذا اقدم شيء اللي باقي من هاي اللي هسه حاليا صاير متحف، يعني هسه حاليا هذا متحول على متحف، بس قبل كانت كنيسة. اللي يعرف شنو الأسامي أو شنو هذولا خلي يشرح لنا بتعليق شوية. شوفوا هذاك هم مثلا كاتبين أسامي، هم 4 أشخاص فكل واحد كاتب له اسم. وهنا شوفوا شلون صور، هذا ما أدري شنو، هذا مثل جامع ما أدري شنو. شوفوا ما أدري يعني شغلات غريبة هاي النقوش، اللي يفتهم منها شغلة خلي يشرح لنا شوية بتعليق.
طبعا دير سميلة أريد أقول لكم شغلة بيها، تجون من مدينة طرابزون على دير سميلة تقريبا ساعة ونص السيارة، وبعد الساعة تعوقون السيارة بالبارك تدفعون فلوس نص دولار واحد للشخص الواحد، تدخلون عن طريق الدولمش. الدولمش السيارة النفرات اللي يجيبوها يمشي تقريبا 4 كيلومترات فيوصلون هذا المكان، وبعدها تصعدون تمشون مشي 350-400 متر تصلون على هذا المكان. الدخولية اللي عنده كرت متاحف، يعني اللي مواطن تركي أو المقيم بتركيا يقدر يشتري كرت متاحف ب60 ليرة، يعني تقريبا دولارين. أما اللي ما عنده كرت متاحف يعني غير السائح يعني من غير خارج تركيا لازم يدفع 300 ليرة، يعني تقريبا بحدود 11 دولار أو 10 دولارات. فتجون تشوفون هذا المكان، فحبيت أشوف لكم شكو داخل دير سميلة بالكامل التفاصيل، فشفتوها شكو بداخل. هي أهم شيء من تجون تزورون هذا المكان، هي كل الصور كل الكتابات داخل هي هاي، فهذا أقدم شيء شفتها هنا أنا. فإن شاء الله تعجبكم الفيديو، لا تنسون تنفعونا إعجاب واحد فقط، وإذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة فقط دعما لنا، وبوجودكم نستمر. تحياتي لكم.